بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم حنبدأ بأول محاضرة في مساق Lab Management and Quality Control. طبعا هذا المساق بينقسم إلى شقين. الشق الأول بيحكي عن كيفية إدارة مختبر تحاليل طبية. بعض المفاهيم الإدارية حيتم شرحها ومناقشتها وتوضيحها. المفاهيم الإدارية هي مفاهيم عامة تشبه المفاهيم الإدارية لإدارة أي شركة أو مصنع أو أي مؤسسة، لكن هناك بعض الخصوصية بتميز فيها المختبرات الطبية، طبعا حيتم ذكرها وتطرق إليها. هذا يعني إدارة المختبرات والمفاهيم والآليات اللي بتم والنصائح اللي حيتم ذكرها في كيفية إدارة المختبرات. هتاخد تقريبا منا ثلث المساق، والثلثين المساق الثلثين الخاصة بالمساق الشق الثاني حيكون طبعا في دراسة كواليتي كنترول وكيفية يعني كيفية إخراج نتائج تكون صادقة ودقيقة يطمئن إليها الطبيب المعالج من المريض. إحنا طبعا حنتطرق في البداية لللاب مانجمنت وإيش يعني اللاب مانجمنت، مين اللي بيدير اللاب مانجمنت، مين هم أقطاب الإدارة في المختبرات الطبية. المختبرات الطبية إحنا يعني بنتكلم عن المختبرات الطبية اللي في المستشفيات الضخمة والمركزية، أو شركة مختبرات طبية مثلا في هناك في الدول الخارجية. في هناك شركات هي شركات متخصصة في المختبرات الطبية والفحوصات بجميع أنواعها اللي بتعرفوها. إحنا حنتكلم يعني عن أنواع الإدارات في المختبرات الطبية وكيفية إدارة المختبرات الطبية، بهدف إنه الطالب خريج بكالوريوس مختبرات طبية ممكن يوم من الأيام يكون هو مدير المختبر ويكون هو مسؤول عن طاقم موجود في المختبر ناصر أو في الشفا أو الأوروبي، وبالتالي هو الآن يصبح مطلوب منه يكون ملم ببعض المهارات اللي تؤهله لقيادة فريق من العمل والزملاء بإدارة الموارد البشرية والموارد المادية اللي موجودة في المختبر، وبالتالي هو بيصير أو يصبح المطلوب منه بعض المهارات الإدارية بالإضافة إلى المعارف الأكاديمية والمهارات اليدوية. طبعا احنا هنبدأ طبعا إن شاء الله بالمحاضرة نتكلم عن اللاب مانجمنت. طبعا هو هياخد منا أكثر من محاضرة. الوحدة الأولى تتكلم عن النيتشر اوف مانجمنت ان كلينيكال لابوراتوري، طبيعة الإدارة وفي المختبرات الكلينيكال لابوراتوريز. بيقول لي هنا لابوراتوري مانجمنت تاسك is to integrate and coordinate organizational resources so that quality laboratory services can be provided as effectively and efficiently as possible. إيش الواجب؟ إيش المطلوب من laboratory management؟ يعني الإدارة، إدارة المختبر هي المطلوب منها بشكل أساسي إنه تعمل تكامل واستغلال وتعاون لكل الorganizational resources. لكل الorganizational resources، organizational resources مقصود فيها اللي هو الموارد اللي بتتمتع فيها واللي تمتلكها المؤسسة، يعني هي موارد بشرية وموارد مادية. طبعا احنا المفروض انه الإدارة هذا المختبر يكون لديه القدرة على انه يعمل توافق وحسن استغلال للorganizational resources اللي هي الموارد البشرية والموارد المادية. هذا الخليط الذكي وهذا التوافق وهذا إدارة المصادر البشرية والمصادر المادية في هذه المؤسسة الهدف منه so that quality laboratory services، خدمة المختبرات بتكون فعالة ومرضية
as possible. طبعا هنا اللي هو المقصود فيها خدمة المختبرات اللي هو ان هي تقدم وايش مطلوب من المختبر، انه يعطيني نتائج صحيحة ودقيقة وسريعة، صحيحة ودقيقة وسريعة. فالمقصود انه هنا الكواليتي لابوراتوري سيرفيسز انه تحسين جودة خدمة المختبرات الطبية، المقصود فيها انه المريض يحصل على نتائج دقيقة، والطبيب طبعا يحصل على نتائج دقيقة عشان يقدر يعمل تشخيص صحيح وسليم للمريض، طبعا ما يكونش في تأخير، والأمور تكون يعني مرضية للمريض والطبيب المعالج. هذا اللي بنقول عنه انه هو provide as effectively and efficiently as possible. طبعا يعني هذا بشكل عام اللي هو المقصد فيه الديوتيز او التاسك للابراتوري مانجمنت، اللي هو طبعا احنا حكينا انه استغلال وتوائم وحسن ادارة الموارد البشرية والمادية حتى يستطيع المختبر انه يؤدي خدمة ممتازة مرضية للطبيب وللمريض، وهذه الخدمة تتمثل اساسا في النتائج دقيقة وصحيحة وفي وقت يعني معقول. المانجمنت از ديفاين، طبعا هناك العديد من التعريفات للمانجمنت او الاداره، كثير من التعريفات يعني موجوده، لكن احنا يعني انتقينا هذا التعريف اللي وجدناه يعني بيناسب اكثر لموضوع المختبرات الطبيه. بيقول لي getting from where we are to where we want، يعني الانتقال أو الأخذ بيد المختبر من المكان اللي هو فيه الآن، from where we are، وين احنا موجودين الآن، to where we want، لوين بدنا نروح. يعني الآن أنت في عندك وضع حالي، أنت تعينت مدير لمختبر، الآن هاي المختبر اللي أنت تعينت مدير له قائم على ما هو عليه بالطاقم البشري تبعه والإمكانيات الموجودة والوضع النفسي للموظفين والوضع المادي والأمور كلها والبيئة تاعت المختبر، هذه اللي انت استلمتها where we are، وين انت موجود الآن. طيب الآن المانجمنت، الهدف من إدارتك للأمور، مطلوب منك انت كمدير أو البيج بوس لهذا المختبر، اللي هو getting from where we are، وين احنا موجودين، to where we want to be، وين احنا بدنا نروح، لوين احنا رايحين. The least expenditure of time, money and effort. طبعا البطولة هنا انه انت بدك تذهب من المختبر او في المختبر اللي بالطاقم البشري والموارد البشرية والمادية اللي فيه، من المكان اللي هم موجودين فيه الى مكان اخر. طبعا مكان اخر هو المكان الافضل، لكن البطولة وين؟ البطولة انك انت تأخذهم من المكان اللي هم موجودين فيه الى المكان الافضل بأقل وقت وجهد وتكلفة مادية، هذه البطولة. أما إن أنا أنتقل إلى وضع أفضل بتكلفة عالية جدا أو بمجهود ضخم كتير، هذه بتكونش يعني إدارة سليمة للمؤسسة أو المختبرات. الكلينيكال لابوراتوري أدمنستريتور إز مانجر أوف بروفيشنال، في خاصية هنا بنذكرها بتخص إدارة المختبرات الطبية، انه الادمنستريتور او المدير لازم ياخذ بين الاعتبار انه هو في حاله اداره المختبر، فانت تدير بروفيشنالز، ناس متخصصين، يعني بخلاف انه اداره مصنع ممكن يكون في عمال، ممكن يكون في ناس بسطاء، ممكن يكون في ناس يعني مختلفه في ثقافتهم ومستواهم العلمي. في المختبرات الطبيه انت بدك تاخذ بين الاعتبار انه انت تدير بروفيشنالز، وهذا بيؤدي الى انه يعني في بعض الأمور تأخذ بعين الاعتبار. عشان هيك لابراتوري سوبرفايزر، مدير المختبر أو الادمنستريتور، manages things but leads people، هو يدير أشياء لكن يقود الناس. هناك فرق ما بين المانج والليدز، هناك فرق ما بين manages and leads. إدارة الأشياء يعني إدارة الكراسي، وين نحط الطاولات، كيف بدنا نفتح شباك، وين بدنا نحط الجهاز، هذا manages things. لكن الناس أو البروفيشنز الموجودة هي أنت بدك تقودهم قيادة، مش إدارة لأشياء جامدة. يعني managerial duties and responsibilities،
بدنا الإدارة تنقسم إلى زين طبعاً تنقسم إلى عدة درجات ومحاور ومستويات. المستوى الأول اللي هو الدايركتور اللي هو البيج بوس اللي هو المدير العام. الدايركتور هو الرأس الأساسي والرأس الكبير في المؤسسة. طيب إيش الديوتيز والريسبونسابيلتيز للدايركتور؟ يبقى الدايركتور هو بيوجه هو المسؤول عن توجهات المؤسسة أو المختبر، وهو اللي بيأسس وينشئ الجولز والبريوريتيز، بيأسس للأهداف والأولويات، وهذا طبعا مهم جدا في تحديدنا لتحديد المدير العام للأولويات والأهداف. هذا معناته بيحدد مسار المؤسسة أو المختبر لوين رايح، وبالتالي مش معقول مؤسسة تمشي من غير أهداف، مش معقول مؤسسة تمشي من غير أولويات، مش معقول مؤسسة تمشي من غير تخطيط. وبالتالي الدايركتور هو المطلوب منه إن هو يحدد هذه التوجهات للمؤسسة من خلال تحديد وإقامة وخلق الجولز والبريوريتيز that determine the direction of the organization will take. تحت الدايركتور في الادمنستريتور. الادمنستريتور هو اللي بياخذ بيد المؤسسة ضمن الافيرز وضمن الجولز والبريوريتيز اللي حددها الدايركتور. قال لك runs an organization within the framework of various directives and policies given to him. يبقى الدايركتور بديله البوليسيز السياسات والاهداف، وهو بيطبق وياخذ بيد المؤسسه بهذا الاتجاه وضمن هذا السياسات. النمره 3 تحت الادمنستريتور في عندنا المانجر. المانجر بيقول لي مانج اور اوفرسيز ذا فانكشنينج اوف ان اكتيفيتي تو اتشيف ا سيت جولز اور بيربوس. هو المدير اللي بيشرف ويلاحظ انه الوظائف الاعمال اللي بتقوم في المختبر هي فعلا تحقق الاهداف والبرايورتيز اللي هي وضعت فيها، ويدير الميدان، هو يدير الميدان بشكل يضمن انه هو المختبر يعني يسير في الخطه من الاهداف والبرايورتيز. His strength in his ability to use all of these resources to get things done probably. قوة السريع. إذن المانجر لديه الصلاحيات إن هو يستخدم الـ organizational resources لتحقيق هذه الأهداف، فهو إداري ميداني. وإداري ميداني هو اللي بيستغل الـ organizational resources حتى يتم تحقيق الأهداف الـ priorities اللي نزلت له من طرف الدايركتور. النمرة 4 السوبرفايزر. السوبرفايزر بيقول لي انه هو oversees the activities of others to help them to accomplish specific tasks or perform scheduled activities most effectively. بيقول لي انه السوبرفايزر هو شخص يعني ميداني. الشخص الميداني هذا بيراقب الاكتيفيتيز في الميدان، موجود بين الموظفين، موجود بين البروفيشنالز اللي بيقوموا بالانشطه والفحوصات، وبيكون هو يتاكد انه هو بيساعدهم على انه يصلوا للاهداف اللي هي موضوعه لهم. وبالتالي هو ميداني، بيذلل العقبات وبيذلل اي معوقات للعمل، بيسهل ويخلق جو ايجابي لفريق العمل حتى يستطيعوا ان هم يصلوا ضمن جدول العمل الى الاهداف المرجوه منهم. يبقى في عندي انا دايركتور والادمنستريتور ثم المانجر ثم السوبرفايزر، كل واحد هو يملك منطقة إدارية بيقوم على انه او التهدف الى انه هي تحقق الاهداف اللي وضعت من طرف الدايركتور
والأولويات. مطلوب الأول من إدارة المختبر العليا، إدارة العليا للمختبر اللي هو Goal Formulation، صياغة الأهداف. إذا الإدارة العليا للمختبر المفروض إنه هي تضع صياغة للأهداف اللي مفروض إنها تكون موجودة تخدم المؤسسة أو المختبر. اثنين، من الواجبات اللي يجب أن تقوم عليها أو تقوم بها الإدارة اللي هو environmental analysis. environmental analysis بالمقصد فيه اللي هو تكون على دراية ومعرفة بالبيئة المحيطة بالمختبر، بيئة المختبر نفسه، البيئة المحيطة بالمختبر نفسه، بيئة المؤسسة اللي حاضنة المختبر. هذه المقصود بالبيئة يعني الوضع المادي، عدد الموظفين، التسهيلات اللوجستية، عدة أمور في المختبر. هذه الأمور يجب على إنه الإدارة العليا للمختبر تكون على دراية فيها وعلى علم بها بشكل مفصل وبشكل أناليسيس، يعني تحليل، عنده القدرة على إنه يعمل تحليل لهذه البيئة. الهدف الثالث أو المطلوب الثالث من الإدارة العليا للمختبر اللي هو Strategic Formulation، صياغة ووضع اللي هو الاستراتيجيات العمل في المختبر. إيش الآلية، إيش الاستراتيجية للقيام أو الوصول إلى الأهداف، بأي أسلوب نتبعه للوصول إلى الأهداف تبعنا. فالاستراتيجيات يتم وضعها برضو من قبل الإدارة العليا، Strategic Formulation. Strategy Implementation، لما توضع الاستراتيجية العمل بتم بعد وضعها اللي هو تطبيقها، يبقى Strategy Implementation. المفروض أنه آليات تطبيقها وتسخير كل الإمكانيات لتطبيق هذه الاستراتيجية برضو هي من واجبات الإدارة العليا للمختبرات. بعد ما تم صياغة الاستراتيجيات وتطبيقها على أرض الواقع وإنزالها على الميدان، بتم بعد ما تم تطبيقها اللي هو evaluation لهذه الاستراتيجية. مين بدي حد، مين بدي يقول إنه كان تطبيق هذه الاستراتيجية سليم؟ مين بدي يقول إنه الاستراتيجية نفسها كانت مناسبة للبيئة، لبيئة العمل؟ مين اللي بدي يقول إنه كان الأداء التطبيق هذه الاستراتيجية كان منيح، وإنه تم تسخير العقبات، وإنه كانت خطة ناجحة، وإنه كان استراتيجية مناسبة؟ هذا الكلام بده يندرج تحت حاجة اسمها strategy evaluation. في الاستراتيجي ايفالويشن بيتم محاكمة وتقييم للاستراتيجية، وبعد ما تم عمل ايفالويشن في حاجة اسمها استراتيجي كنترول. استراتيجي كنترول إذا كان والله إحنا يعني كانت الاستراتيجية مناسبة ومرضية لنا، بيتم هنا عمل كنترول. الكنترول بهدف إنه التحكم والسيطرة وضمان سيرها بطريقة صح، بضمان تطبيقها بطريقة صح، وإزالة المعيقات ودراسة وتطبيق السبل الكفيلة بتطبيق هذه الاستراتيجية بشكل سليم وصحيح كما هو مطلوب منها. إذن هنا في عندي 6 واجبات للإدارة العليا يجب أن تقوم بها، وهي المفروض تكون من ضمن مسؤولياتها زي ما حكينا اللي هو صياغة الأهداف العامة للمؤسسة، تحليل البيئة وفهمها ومعرفة ظروف البيئة اللي بتم فيها العمل في داخل المختبر، صياغة الاستراتيجيات العمل وآلياته، تطبيق الاستراتيجية المتفق عليها، تقييم الاستراتيجية بعد تطبيقها، وبعد هيك إذا كانت مرضية إحنا بنشكل آليات حتى نضمن تطبيقها بشكل سليم واستمراريتها بشكل مرضي. في ننتقل إلى موضوع آخر وهو من ضمن اللي هو التاسكس أو الواجبات للإدارة العليا للمختبرات، وهي decision making. decision making هو اتخاذ القرار، يعني اتخاذ القرار طبعا هذا من ضمن التاسكس للدايركتور. واتخاذ القرار طبعا ما بيكونش عشوائي،
إنما يكون يعني خاضع لدراسة وتحليل وأخذ بعين الاعتبار العديد من الأشياء اللي حتمر معنا الآن، حتى يكون القرار هذا سليم ومساعد ومناسب للمؤسسة أو للمختبر. الـ decision making plan is an activity that is inherent in all other administrative process activities. طبعا هو اتخاذ القرار من الدايركتور طبعا يتأثر في جميع المراحل أو المستويات الإدارية اللي أسفل منه وصولا إلى الناس اللي شغالة في الميدان. This is part of the process that ties everything together. طبعا القرار، أي قرار بتم اتخاذه من قبل الدايركتور هو بيربط الجوانب الإدارية مع بعض والجوانب المالية مع بعض، وبالتالي هو القرار مش سهل وخطير ولديه تبعات، بمعنى انه ايش يعني هو بيربط كل شيء مع بعض، يعني لما بيتم اتخاذ قرار معناته بتتكلم عن وقت تطبيقه، بتتكلم عن تكلفة التطبيق، تتكلم عن إدارة اسلوب إداري جديد، وبالتالي انت بتربط اشياء كثيرة في بعضها من خلال اتخاذك لهذا القرار. عشان هيك اتخاذ القرار هذه مسألة مش سهلة، ومسألة يعني بدها تأني وبدها ناس يعني تملك الملكة جيدا لاتخاذ القرار الصائب. عشان أنا يكون عندي اتخاذ قرار سليم، بيقول لي areas of concern in this decision making. لما أنا بدي أخذ قرار يجب أن يأخذ بعين الاعتبار عدة أشياء. الأشياء هذه هي اللي بدي تكون حاضر أمام عيني خلال عملية أخذ القرار من طرف الدايركتور. طيب إيش الأشياء اللي أنا بدي أخذ بالي منها وبدي أدرسها خلال عملية اتخاذ القرار؟ نمرة واحد quality of the decision. الكواليتي اوف ذا decision يعني بدنا ناخذ بعين الاعتبار إنه نوعية والجودة القرار، هل القرار اللي أنا بدي أخده يعني مناسب، هل هو فعلا رافعة للمؤسسة، هل هو القرار هذا يعني يفيد في تقدم المؤسسة وخدمة الأهداف اللي احنا ذكرناها والبريوريتيز يبقى، ولا هو قرار ما لهش قيمة، أو هو قرار تافه، أو هو قرار زيه وزي عدم واحد. هنا ما كنش في الكواليتي، لكن الكواليتي للديسيجن المفروض انه لما انا بحكي عن كواليتي اوف ذا ديسيجن مقصود انه انا لما باخذ قرار هذا القرار يخدم الاهداف ويخدم البرايورتيز ويخدم المؤسسة بشكل عام. الشغلة الثانية اللي انا لازم اخذ بالي منها في خلال عملية اخذ القرار اللي هو اكسبتنس اند كوميتمنت، الموظفين لازم يكون عندهم تقبل والتزام لهذا القرار. هل ان اتخاذ هذا القرار سيكون هناك اكسبتنس له من طرف الموظفين؟ هل سيكون في هناك التزام للبروفيشنالز اللي موجوده معنا في المختبرات؟ وبالتالي هنا طبعا الموضوع هذا مهم جدا، لانه اذا كان تم اصدار قرار وما كانش فيه acceptance وما كانش فيه commitment يبقى القرار مش 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 هيطبق، وبالتالي ما فيش كان داعي لاتخاذ القرار من أصله لأنه ما تمش تطبيقه، وبالتالي إحنا ما عملناش حاجة. فمسألة acceptance والcommitment التزام الموظفين بتطبيق هذا القرار مسألة مهمة جدا جدا. المسألة الثالثة اللي أنا بأخذها باعتبار خلال عملية الـ decision making اللي هو الـ speed of the decision. الـ speed of the decision إنه قديش بدي أخذ وقت معايا في المؤسسة حتى يتم تطبيق هذا القرار، وهذا الموضوع مهم جدا، إنه هل إنه بياخذ وقت طويل وبالتالي الأمور حتخرب معايا قبل ما نقدر إن احنا نطبق القرار، ولا هو قرار سريع وبالتالي بنلحق الأمور وبنطور من الأشياء اللي احنا بدنا نطورها. يبقى مسألة الوقت اللي لازم اللي بيلزم لتطبيق هذا القرار هذا وقت مهم جدا يجب اخده بعين الاعتبار، انه هاي القرار اللي انا بدي اتخذه قديش بده ياخذ وقت معنا حتى يتم تطبيقه. الشيء الرابع اللي انا بدي اخده بعين الاعتبار nature of the value.
judgment in the decision. الأشياء اللي أنا بدي أخذها بعين الاعتبار وهو عمل حوكمة لهذا القرار بعد ما تطبق، هل الأدفانتجز هي تساوي الديسأدفانتجز أم الأدفانتجز أكثر؟ هل إن أنا استفدت أكثر في تطبيق هذا القرار من المساوئ؟ هل كانت المساوئ أكثر من المحاسن أو المحاسن أكثر من المساوئ؟ وبالتالي عملية جادجمنت للقرار أو الديسيجن اللي أنا اتخذته عملية مهمة جدا، حتى إن أنا أعرف إنه هل كان القرار صائب ولا لا، وهل إنه في مساوئ كانت موجودة ضمن ناتج عن هذا القرار ولا ما فيش مساوئ، وهل كانت في محاسن advantages أكثر من المساوئ ولا لا. هذا كله بنعمل له judgment، وبالتالي بيتم تقييم الأمر من خلال المحاسن والمساوئ. آخر حاجة اللي هو الكوست، الكوست قديش كلفني تطبيق القرار هذا، قديش السجل اللي أنا طلعته قديش كلفني فلوس، هل هو يستحق هذا المصروف اللي تم صرفه عليه أو لا يستحق. والموضوع اللي طبعا الكوست هو موضوع مهم جدا، لأنه هو اللي بيساعد على ديمومة المؤسسة واستقرارها. لو نجي نفصل كل بند من البنود اللي ذكرناها، quality of the decision، احنا قلنا الـ quality of the decision أساس يكون القرار اللي أنا اتخذته قرار ذو جودة عالية وقرار دسم وبيستاهل إنه المؤسسة تجري عليه وتطبقه. لازم يكون مستند إلى appropriate information، لازم يكون مستند إلى information، هذه information تكون بتخص القرار وبتخص القرار اللي أنا اتخذته. وبالتالي إذا أنا بمتلك معلومات معناته أنا يعني بقدر أتخذ قرار سليم. الكرياتيف تالنتس اوف سيفرال بيبل ار بنفيشال، في بعض الناس عندهم تفكير إبداعي وعندهم القدرة على الحل الإشكاليات، جيد إنه أنت تتواصل معهم وتأخذ يعني برأيهم وتشاورهم، هذول الناس يعني حيفيدوك في اتخاذ القرار. seeking specific skills necessary to complement a given alternatives، برضو بنرجع للتعامل مع الناس والتشاور مع الناس اللي عندهم يعني إمكانيات إدارية جيدة، هذولا بيقدر يدوا لك alternatives للقرار. يعني ممكن بدل ما أنت تكون حاصر نفسك في قرار واحد ومش شايف غيره، لا، مشاورة الناس أصحاب الأفكار الإبداعية والقدرة على حلول المشاكل ممكن يعطولك بدائل تتوسع ورؤيتك تتوسع وتتحسن للأمور وتحسن من اتخاذ نوعية اتخاذ القرار. seeking ideas of peers، شوف الزملاء اللي هم مثلا مدير مختبر آخر في مستشفى آخر، subordinates الناس اللي شغالة معاك، superiors to gain a broader point of view، مشاورة الناس مشاورة الزملاء في نفس المستوى الإداري لمديراء مختبرات أخرى، الناس القدامى اللي كانوا تقاعدوا وكانوا مديرين للمختبرات من قبلك، subordinates الناس اللي بتشتغلين تحت ايدك، هدول كلهم مناقشتهم والبحث معهم في البدائل، هذا بيدي لك يعني رؤية جيدة وأفضل في اتخاذ القرار. الاكسبتنس والكوميتمنت اللي هو تقبل والتزام بتطبيق هذا القرار من قبل الموظفين، عشان اسويها يفضل انك انت تاخذ القرار او الاشياء يعني بتتم من خلال البيبل، يعني مشاركه الموظفين معك في القرار شيء جيد، مشاورتهم اخذ ارائهم حتى يشعر الموظف انه هو مشارك للقرار، وبالتالي لما يصدر القرار بيكون هو يعلم انه هو تم اخذ رايه، وبالتالي بيصير الاكسبتنس والكوميتمنت هنا ممتاز. الكوميتمنت از اسينشال اون ذا بارت اوف ذيز هو ماست امبلمنت ديسيجن، ما فيش من استغناء عن انه الناس اللي بدك تطبق عليهم القرار لازم يكون هم يطبقوه، لازم هم ينزلوه على الميدان، فهذا مهم جدا جدا اسينشال لانه هم يطبقوا القرار اللي بده اللي الصادر من عندك انت يا المدير على للميدان، وبالتالي هذول الموظفين يجب انه هم يقوموا بتطبيق هذا القرار وما يكونوش رافضين له. involving laboratory staff in the decision making، طبعا حكينا انه مفتاح السر في تطبيق والاكسبتنس للقرار اللي بتاخذه المدير
اللي هو اخذ اراء الموظفين في الـ 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 القرار اللي بده ياخده ومحاورتهم والتشاور معهم بهدف ان هم يشعروا انه احنا مشاركين في القرار اللي بيتخذ في المؤسسه. Acceptance of the decision by other departments and outside organizations who are affected by is important. احيانا يتم اتخاذ قرار من طرف مدير المختبر بيكون يتاثر بهذا القرار اقسام اخرى خارج المختبر، وهذا وارد جدا طبعا. اذا بدك تتخذ مثلا قرار بالتوسيع معناته انت بدك كهرباء، بدك خدمات، بدك، وبالتالي هذا بيأثر على اقسام اخرى، وبالتالي بدك تاخذ بعين الاعتبار انه انا لو اتخذ هذا القرار وانا بلزم لي مساعده اقسام اخرى، فبلازم انت تكون مشارك لهم في القرار ولازم تاخذ رايهم. هذا القرار احيانا بيكون بيتاثر فيه مؤسسات خارج المؤسسه تبعتك اساسا، وبالتالي لازم هذه الامور تكون ماخذ بالك منها وتكون يعني مستحضرها في خلال عمليه الديسيجن ميكينج. السبيد اوف ديسيجن كونسيدر ذا تايم اليمنت، طبعا المهم جدا الوقت. اف ذا ديسيجن از كويكلي وان ذا ريجولاتوري مانجر ماست كونسيدر ذا لينث اوف تايم ات ويل تيك تو انفولف ابروبريت بارتيز. بدك تحسب الوقت اللي انت بده يستغرقه عمليه تطبيق القرار في المنطقه اللي انت بدك اياها، وبالتالي هنا موضوع الوقت اللي بيلزمه حتى يتم تطبيق القرار في المنطقه اللي انت بدك اياها، هذا مهم جدا انك انت تاخذه بعين الاعتبار. الجادجمنت للقرار، قلنا انه بدنا احنا لما طلعنا القرار وطبقناه ونزلناه على الميدان بدنا نطلع نشوف البوزيتيف بنفيتس او البنفيتس والنيجاتيف اور كوست، قديش كان في عندي محاسن ومساوئ، فبدنا نعمل ميزان ونشوف كيف الامور مشت معنا. اذا كان طبعا المحاسن اكثر طبعا احنا بنستمر وبنجود العمليه، اذا كانت المساوئ الاكثر لا بنغير قرار او بنعدل فيه. اخر حاجه اللي هو الكوست ديسيجن، الكوست لازم الديسيجن لازم ما يكونش يعني تكلفته عاليه، او خلينا نقول انه التكلفه تتناسب مع حجم القرار. مش معقول انزل قرار صغير ويكون هو تكلفته عاليه، حتى لو كان نجحنا في تطبيق القرار لكن التكلفه العاليه بتحد من الكواليتي لهذا القرار، وبالتالي لازم يكون هناك موازنه وموائمه ما بين الكواليتي اوف ديسيجن والكوست اللي هو تكلفه لهذا الديسيجن. بهيك بنكون احنا خلصنا المحاضره الاولى، ان شاء الله المحاضره القادمه بنكمل مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.